ما يبغى لنا نيه حق على بعضنا ما تزعل انا معك لا ما نزعلش تم تم دينار ونص يتواصل هذا السجال دوما بين التجار والمواطنين في سبها حول الأسعار وجودة الخضروات. هذا الجدل انعكاس واضح لانخفاض أسعار الخضار بعد أيام من بداية شهر رمضان. والله بالنسبة للسوق رقيف في أول رمضان رقيف وبعدها نزل يعني كل شيء منخفض باعتباره ما في شيء راقي ولا شيء باعتباره مداد أسعاره لكن السيولة هذه اللي ما هناكش ما في سيولة المواطن ممكن الحاجة شمام بجنيه ونص وبجنيه عرفت ولا مش قادر يجيبها وفي نفس الوقت الخير متوفر يعني الخير كاثر انتاج معظم الانتاج اللي تشبع فيه معظم انتاج سبا سناري سبا رباطي سبا شمام سبا طماطم بس اللي يجيك من برا بطاطا فيه من سبا وفيه من طرابلس معظم الخضرة اللي تشبع فيها محلية من هنا انتاج سبا الضي كان استمر الضي الأسعار كلها متوفرة يعني الأسعار كلها تنخفض لأن المزارع دائماً المزارع يلقي كيف يسقي مزرعته ويطلع إنتاج إنتاجها يتوفر. تظل أوضاع سوق الخضار وأسعاره تحت رحمة الكهرباء والوقود التي تؤثر مباشرة على تدفق الخضروات عليه وأيضاً على أسعاره إضافة لوضع السيولة النقدية التي صارت تؤرق حتى بال التجار على تجارتهم. والله ما فيش سحب في الأول رمضان ما كانش فيه سحب أصلاً يعني السحبة صارت بقى يومين بس من بعد ما يخلص الناس شوية شوية يعني أكيد طبعا الوطن كان ما يسحبش الخضرة تقعد ولا نحكي لك على طولة دي أنا طولة دي أقل حاجة عندي زوز دينار وزوز نص لين الدينار. تحسن أسعار الخضار في رمضان جاء في وقت ارتفعت فيه تكلفة المعيشة على أكثر من صعيد وفي عدة مجالات ولعل هذا التحسن ينعكس إيجابا على بقية أيام الشهر الفضيل وهو أمر لا يستطيع أحد الجزم به حتى الآن على الأقل. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي سبها.